في حلقة اليوم سنتحدث عن انتظار اختيار وإرسال. أعزائي من جانب أسوار القدس القديمة أورشليم وبالتحديد بجانب البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية لمدخل مدينة القدس المغلقة في هذه الأيام، أريد أن أتحدث عن سفر أعمال الرسل. قبل أن أتحدث، أنا بجانب وادي قدرون العظيم الذي يفصل جبل الزيتون اللي خلفي عن البلدة القديمة، تستطيع أن ترى من الجهة الأخرى الكنيسة الشهيرة جداً الجسماني أو بستان جتسماني. في هذا المكان صلى يسوع، وفي هذا المكان ألقي القبض عليه وأخذوا لي يحاكم أمام قيافة. تستطيع أن ترى أيضا القبب المذهبة، هذه كنيسة مريم المجدلية اللي أخرج منها الرب يسوع 7 شياطين. أيضا في أعلى الجبل كنيسة يسوع الباكي، من هناك وقف وبكى على أورشليم. جبل الزيتون أيضا صعد المسيح منه إلى السماء، ومن هذا الجبل تكلم مع التلاميذ في هذا الإصحاح قائلا لهم: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنا أشجعك أنك تقرأ في هذا السفر الجميل. أنا رح أتكلم عن النواحي التاريخية أو مقتطفات من هنا وهناك، دراسة في سفر أعمال الرسل، لكن هذا ما بيلغي أنك تدرس آية بآية بالتفصيل والتدقيق. رح ندرس في هذا السفر الجميل من أيضا من بلدة القدس، مع أنه المنطقة مزدحمة بالسيارات، لكن أصلي أن هذه الدراسة تكون سبب بركة لحياتك. تابعونا على هذه القناة كل أسبوع لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة كل أسبوع من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. ولهم أظهر نفسه حياً ببراهين كثيرة، وتراءى لهم مدة 40 يوماً بعد آلامه، وكلمهم على ملكوت الله. وبينما هو يأكل معهم قال: لا تتركوا أورشليم، بل انتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني. يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس بعد أيام قليلة. فسأل الرسل يسوع عندما كانوا مجتمعين معه: يا رب، أفي هذا الزمن تعيد الملك إلى إسرائيل؟ فأجابهم: ما لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي حددها الآب بسلطانه، ولكن الروح القدس يحل عليكم ويهبكم القوة، وتكونون لي شهوداً في أورشليم واليهودية كلها والسامرة حتى أقاصي الأرض. ولما قال يسوع هذا الكلام ارتفع إلى السماء
وهم يشاهدونه، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. أعزائي من جبل الزيتون، نواصل دراستنا وحديثنا من سفر أعمال الرسل. في هذه الحلقة راح نتكلم عن الإصحاح الأول. أنا بشجعك إنك تقرأ هذا الإصحاح وتدرس هذا السفر الشيق الجميل اللي فيه حيوية ونشاط وغلبة ونصرة الكنيسة، النصرة هذه اللي بتطبقها على حياتك أيضا. كاتب سفر أعمال الرسل هو البشير لوقا، طبعا كتب بوحي من الروح القدس، لكنه كتب إلى شخصية مهمة، إلى شخص يسمى ثاوفيلوس. هذا الشخص على ما يبدو أنه كان له منصب مرموق، لأنه يسمي أيها العزيز، أي يا صاحب السعادة. فالبشير لوقا يربط بين الإنجيل وبين أعمال الرسل. تركنا بسفر بإنجيل لوقا عندما قال أن يمكث في أورشليم إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. وفي الإصحاح الأول يكمل أو يوصل الحلقة أنه في هذا الإصحاح مرة أخرى يحدث التلاميذ، أي الرب يسوع، أن يمكثوا إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي، قوة الروح القدس. لكن لوقا أحبائي كاتب بشارة الإنجيل وأيضا سفر أعمال الرسل، كتب بوحي من الروح القدس، لكنه كمؤرخ كان مدقق ويستقي المعلومات بالتدقيق وبالتفصيل أيضا. معلوماته أخذها من القديسة مريم العذراء، أي أم يسوع، من بطرس اللي كان عايش مع المسيح، وشهود آخرين اللي عاينوا القيامة. ثم لوقا نفسه كان شاهد عيان مع بولس الرسول، ولاسيما في الجزء الآخر من سفر أعمال الرسل. هذه المعلومات قيمة جدا وتفيد تاريخ، ليس فقط تاريخ الكنيسة الأولى، لكن تهمنا نحن اللي بحب يدرس ويدقق في هذه المعلومات. بهذا الإصحاح نرى عدة أمور. أولا يتحدث عن ظهور المسيح، يؤكد أن المسيح ظهر للتلاميذ، ويقول أيضا أن المسيح أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة. والكتاب والأناجيل بيتحدثوا عن ظهورات المسيح المتعددة والمختلفة، إن كانت هنا في أورشليم، إن كانت في العلية في جبل صهيون، أو حتى على بحيرة طبرية. وعلى الأرجح قبل صعوده إلى السماء من جبل الزيتون ظهر دفعة واحدة إلى أكثر من 500 شخص، كما قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الإصحاح 15. ظهور المسيح يؤكد أنه ظهر، وهذا يؤكد لنا صدق دعوة المسيح، يؤكد لنا مصداقية المسيح، أن المسيح حي وأنه هزم الموت وأنه قام من بين الأموات وأنه ظهر للتلاميذ أيضا، أن القبر فارغ، يسوع حي، وأن المسيح يعمل من خلال جسده، من خلال كنيسته على الأرض. ثم أحبائي يظهر لنا برنامج الله من خلال جسده، أي من خلال كنيسته. واضح سفر أعمال الرسل هو ليس فقط سفر أعمال الرسل، لكن أعمال المسيح من خلال حياة تلاميذه. أيضا يظهر لنا أن عمل المسيح لن ينتهي، بل يعمل من خلال أتباعه أيضا. لماذا؟ إذ أعطاهم سلطانه وأيدهم أيضا بحضوره وثبت الآيات التابعة معهم. ثانيا اتكلم في هذا الإصحاح عن صعود المسيح. صعد المسيح من نفس الجبل اللي أنا موجود عليه، كان صعود المسيح علني من جبل الزيتون، وفي هذه الفترة على الأغلب أنه ظهر لدفعة أكثر من 500 شخص. صعود المسيح هذا يعني أن المسيح أكمل وتمم عمل الفداء بالكامل، كما وصفه الكاتب إلى العبرانيين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة. صعود المسيح أي أكمل عمل الفداء، صعد بشكل علني من جبل الزيتون، تم العمل، ذهب إلى السماء ليعد المنازل، ولكن الأهم
ذهب لكي يرسل الروح القدس، الروح المعزي إلى التلاميذ. وفي نفس هذا المكان يؤكد حقيقة أخرى، حقيقة في غاية الأهمية، حقيقة رجوع المسيح مرة أخرى. كما صعد إلى السماء بنفس الطريقة سوف يرجع من السماء إلى هذا الجبل بالسحاب، علنياً مرئياً شخصياً بمجد عظيم. المسيح الحي مات على الصليب وقام من بين الأموات بكل بساطة حتى يعطيك ويقدم لك غفران الخطايا. يوجد العديد من العبارات التي تشير إلى مدينة أورشليم في الكتاب المقدس، ويبدأ تاريخ أورشليم في الكتاب المقدس، والتي كانت تعرف باسم ساليم آنذاك، عندما قابل إبراهيم ملكي صادق، أي الملك العادل، حوالي عام 2000 قبل الميلاد. وكان الملوك الذين هم من سلالة داود يعتبرون أن أورشليم هي وطنهم، وهو حال الأنبياء أيضاً، كما أن موت ودفن وقيامة وصعود يسوع حدثوا جميعاً في أورشليم. وفي أورشليم أيضاً حل الروح القدس في يوم 50، ويعتبر هذا الحدث هو بداية ظهور المسيحية. أورشليم كانت وما زالت هي الهدف الأسمى للرجال والنساء المتدينين على مدى أكثر من 2000 عام. لقد ولدت الكنيسة المسيحية في أورشليم في يوم 50، أي أحد العنصرة. وفي أورشليم أيضاً بدأت الاضطهادات التي تعرض لها أوائل المؤمنين في الكنيسة الأولى. أعزائي، يؤكد لنا البشير لوقا في هذا الإصحاح، الإصحاح الأول، عدة حقائق. الحقيقة الأولى صحة الكتاب المقدس، أنه موحى به من الله، وأن هذا الكتاب هو نافع للتعليم والتوبيخ، وهذا الكلام هو من الروح القدس، وأيضا دقق بالمعلومات، أي أنه استقى معلوماته من مصادر موثوق بها، شاهد عين. الحقيقة الثانية حقيقة قيامة المسيح. المسيح انتصر على الموت، انتصر على الشيطان، انتصر على القبر. القبر فارغ وهو حي، وهذا يعطي مصداقية للمسيح. الحقيقة الثالثة ظهور المسيح، برهن أنه حي بظهوراته للتلاميذ. ثم حقيقة رابعة صعود المسيح إلى السماء من هذا الجبل، من جبل الزيتون، أي أكمل عمل الفداء وذهب لكي يرسل الروح القدس. حقيقة أخرى حقيقة مجيء المسيح ثانية، أنه سوف يرجع بنفس الطريقة اللي صعد بها، شخصياً علنياً مرئياً وبالسحاب أيضاً. ثم يتحدث في هذا الإصحاح عن حقيقة أخرى، حقيقة مجيء الروح القدس، ورحين نشوف عمل الروح القدس في كل صفحات سفر أعمال الرسل. مجيء الروح القدس عندما حل في يوم 50 على التلاميذ والرسل. والحقيقة الأخرى حقيقة بل طبيعة الملكوت الجديد. سألوا التلاميذ يسوع المسيح على هذا الجبل، يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال لهم، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هذه الآية بالواقع تعتبر المفتاح لكل سفر أعمال الرسل، فكل سفر أعمال الرسل يرتبط بهذه الآية. لكن لاحظ أن التلاميذ عندما جاءوا للمسيح كانت فكرتهم عن الملكوت ما زال ملكوت أرضي، أن المسيح يطيح بالإمبراطورية الرومانية وأنه سيأتي ليملك على العالم من أورشليم. لكن حول أنظارهم من الملموس أو المحسوس إلى الأمور الروحية، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه. في وقت لما الرب يسوع المسيح بيرجع،
أي بين صعود المسيح إلى مجيء المسيح ثانية، في عمل واحد للتلاميذ: تنالون قوة وتشهدون عن عمل يسوع المسيح. هذا الملكوت أحبائي كان يفكر أنه فقط بيقتصر على لغة واحدة، اللغة العبرانية أو الأرامية في هذا المكان. هذا الملكوت اعتقدوا أنه محدد بحدود جغرافية، ما بتطلعش عن حدود الأراضي المقدسة. لكن أراد أن يعلمهم أن هذا الملكوت الجديد يبتدئ من أورشليم إلى أقصى الأرض، مش راح يكون بلغة واحدة لكن بكل لغات العالم، مش بحدود جغرافية مساحتها 200 أو 300 ميل، لكن حدود لا تسعها كل الدنيا بل ستصل إلى كل أطراف الأرض. هذا هو ملكوت المسيح. قال المسيح: تنالون قوة. وكان مدرك أهمية الموضوع، إن مش ممكن الإنسان يبشر، مش ممكن الإنسان يشهد إلا ما يمتلي من الروح القدس. المسيح عرف أهمية الموضوع، من أجل هذا قال: أمكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. تنالون قوة، وكلمة قوة بتعني ديناميت، متفجرات، وبتعني أيضا دينامو، مولد، محرك. فهذه القوة الديناميتية، هذه القوة المتفجرة، هي قوة الروح القدس التي تستطيع أن تغير أشر الخطاة بل أخطأ الخطاة أيضا. هذه القوة هي قوة الشهادة. وأريد أن أقول أحبائي، قوة الشهادة لا تتقهقر ولا تتراجع. الشخص اللي بيشهد هو الشخص اللي اختبر يسوع المسيح. إذا أنت بدك تعرف أنك أنت مسيحي حقيقي وحي، أنت بتشهد عن يسوع بكلامك وبأعمالك أيضا. هذه حقيقة أحبائي، قوة الشهادة. قوة الشهادة أخذت التلاميذ إلى مناطق في كل أنحاء العالم، اتألموا، تعذبوا، اضطهدوا، لكن مليانين بقوة روح الله، ما كانوا يخافوا. ليش؟ المملوئين بقوة الله. ثم هذه الشهادة تمجد الله، لما بتشهد أنت بتمجد الله وبتعلن امتداد ملكوته في كل أرض. وأريد أن أقول أحبائي، أهمية الشهادة بيدركها الشيطان بكل وضوح. أنت عندما تشهد أنت بتدمر مملكة العدو. مكتوب في سفر الرؤيا: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. كلما بتشهد عن نعمة المسيح أو عمل دم المسيح في حياتك من كلمة الله، أنت بتهزم قوات العدو. من أجل هذا ذهب التلاميذ واجتمعوا في العلية، علية صهيون، وكانوا يصلوا، وهناك اجتمعوا وصلوا، وحتى من خلال الصلاة انتخبوا تلميذ بدل يهوذا الإسخريوطي، ووقعت القرعة على متياس. عزيزي، رح أواصل عن هذا الموضوع من منطقة أخرى، لكن أنا بدعوك أنك تفتح قلبك حتى الرب يأتي إلى حياتك وتمتلئ من روح الله القدوس. وفي تلك الأيام خطب بطرس في الإخوة، وكان عدد الحاضرين نحو 120، فقال: يا إخوتي، كان لابد أن يتم ما أنبأ به الروح القدس في الكتاب من قبل بلسان داود على يهوذا الذي جعل نفسه دليلاً للذين قبضوا على يسوع. كان واحداً منا وله نصيب معنا في هذه الخدمة، ثم اشترى بثمن الجريمة حقلاً فوقع على رأسه وانشق من وسطه واندلقت أمعاؤه كلها، وعرف ذلك سكان أورشليم كلهم، حتى تسمى هذا الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل الدم. فكتاب المزامير يقول: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، ويقول أيضا: ليأخذ وظيفته آخر. ونحن فينا رجال رافقون طوال المدة التي قضاها الرب يسوع بيننا،
منذ أن عمده يوحنا إلى يوم ارتفع عنا، فيجب أن نختار واحداً منهم ليكون شاهداً معنا على قيامة يسوع. فاقترح الإخوة اثنين منهم، هما يوسف المدعو باراسابا الملقب بيوستوس ومتياس، ثم صلوا فقالوا: يا رب، أنت تعرف ما في القلوب، أظهر لنا من اخترت من هذين الرجلين ليقوم بالخدمة والرسالة مقام يهوذا الذي تركهما ومضى ليلقى مصيره. ثم اقترعوا فأصابت القرعة متياس فانضم إلى الرسل الأحد عشر. أعزائي، أواصل حديث من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول، وفي هذه الفقرة لا يسعني أن أتحدث إلا عن يهوذا الإسخريوطي اللي باع وخان سيده الرب يسوع المسيح. هذه الحادثة حدثت في المنطقة الأخرى تستطيع أن ترى من خلفي جبل الزيتون، وطبعا في أسفل الجبل في بستان يسمى بستان جتسماني، يعني معصرة زيت. ذهب يسوع وهو عالم أن ساعته قد أتت، ابتدأ يصلي في هذا البستان، وبعد فترة زمنية جاء يهوذا الإسخريوطي مع الحرس الروماني وأعطى إشارة أن الشخص الذي يقبله، فجاء وقبل الرب يسوع المسيح. فقال له يسوع: أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ ألقوا القبض على يسوع. من بستان جتسماني صاروا في وادي قدرون وصعدوا إلى هذه المنطقة من جبل صهيون. أنا موجود على نفس الدرج القديم، عملوا الحفريات نفس الدرج اللي مشي عليه الرب يسوع المسيح لكي يأتي إلى بيت قيافة، كان يعتبر في نهاية هذا الجبل جبل صهيون القدس القديمة، جاء ليحاكم أمام قيافة. بطرس في هذا المكان أيضا أنكر الرب يسوع المسيح. هذه الكنيسة تسمى كنيسة صياح الديك، الكنيسة بنيت فوق بيت قيافة المكان اللي تحكم فيه يسوع، والكنيسة تسمى كنيسة صياح الديك. فأريد أن أتحدث عن يهوذا الإسخريوطي. هو اسمه يهوذا الإسخريوطي، إنه الوحيد من تلاميذ المسيح لم يكن جليا من منطقة الجليل. ارتكب يهوذا أكبر بل أفظع بل أروع بل أبشع خطية في التاريخ، يكفي أن نقول أنه سلم الرب يسوع المسيح. اختار بإرادته أن يسلم ابن الله إلى أيدي جنود الرومان. كان لص، كان يحتفظ بالصندوق معه، يعني كان شاطر بموضوع الإدارة، لكنه كان طماعا يصفه الكتاب المقدس. كان يسوع يعلم أن حياته لن تتغير، يعني حياة يهوذا مش راح تتغير. وقال يسوع: أليس أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ طبعا بيتكلم عن خيانته وتسليمه، كان جزء من خطة الله، لأن النبوات تنبأت عن هذا الموضوع، ويسوع أيضا تنبأ عن هذا الموضوع أنه في واحد رايح يسلمه. لكن ما أريد أن أقوله أعزائي في هذا الوقت، لم يفقد يهوذا علاقته بيسوع لأنه لم يبدأها على الإطلاق، وقد دعي ابن الهلاك في الكتاب المقدس لأنه أسلم يسوع. أدرك مدى الشر بتسليم يسوع، من أجل هذا انتحر بدل أن يطلب الغفران والمصالحة كما فعل بطرس الرسول وبكى بكاء مرة. يقول الكتاب المقدس أن الشيطان دخل قلب يهوذا. طبعا السؤال اللي دائما بنطرحه: لماذا سلم يهوذا المسيح؟ طبعا السبب الرئيسي لا نعرفه، لكن في عدة احتمالات. يهوذا الإسخريوطي تابع المسيح لمطامع مادية أو شخصية أو منصب معين، لربما تابع المسيح لأسباب سياسية، الفكرة لإطاحة الإمبراطورية الرومانية، شاف معجزات المسيح، قوة المسيح، فظن أن القوة موجودة حتى يطيح بالإمبراطورية الرومانية. ثم أسلم يسوع المسيح ليضعه تحت الأمر الواقع أن يفعل شيء، لما رأى أن المسيح ما فعلش أي شيء بذهابه للصليب أدرك أنه أسلم دم بريء، فرد النقود
دخلوا طبعاً الشيطان أي روح اليأس وروح الموت، وذهب هنا بملتقى الوديان وادي قدرون مع وادي هنم في أسفل جبل، شنق نفسه وسقط، وطبعاً أحشاؤه انسكبت إلى الخارج. طبعاً يسمى يهوذا الخائن، آمن أن يسوع لربما لا يصل إلى الصليب بل سيعلن نفسه أنه المسيح. أريد أن أتحدث عنه في هذا المكان لأنه في هذه المنطقة سلم يسوع قريب من هذه المنطقة، وقريب من هذه المنطقة شنق نفسه وانتحر. هذا هو مصير الخائن يهوذا. طبعا التلاميذ ألقوا القرعة ووقعت القرعة على متياس بدل يهوذا أن يكون مع الاثني عشر رسولا. عزيزي في الختام رأينا يهوذا الإسخريوطي خان المسيح، خنق نفسه وسقط وخرجت أحشاؤه ومات موت بشعة، لكن في مكان للغفران. المسيح الحي مات على الصليب وقام من بين الأموات بكل بساطة حتى يعطيك ويقدم لك غفران الخطايا، لأنه أخذ مكانك، أخذ قصاصك، أخذ عقابك، حتى أنت يكون لك حياة أبدية ويكون لك علاقة مع الله. غرض الله أن الجميع يخلصون، غرض الشيطان أن يهلك الناس، لكن المسيح الحي يريد أن يكون في علاقة معك. وهذه العلاقة بتتويج الرب الحي المسيح المقام، عندها تستطيع أن تشهد عنه بقوة، تعكس جماله بكلامك وأفعالك، وعندها تستطيع أن تعيش حياة الغلبة والنصرة أيضا. أصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة كانت بركة لحياتك. أصلي أيضا أنك تفتح قلبك ليسوع وتتوجه وتدعوه ربا وملكا على حياتك. عزيزي إلى اللقاء في حلقة قادمة، وإن شاء الرب منشوفكم في الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن يوم الخمسين. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية